التنازل عن بعض الاختصاصات لفائدة المجالس الجهوية للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق الأصالة والمعاصرة. تفضل السيد النائب. شكرا سيد الرئيس، السادة الوزراء، السيدات والسادة النواب المحترمين. السيد الوزير، لا شك أنه بعد أن تنتهوا من الجواب عن كافة الأسئلة الشفوية سيعترض النواب طريقكم كالعادة، وهم متأبطين لملفات ذات صلة بالمشاكل متشعبة لجهاتهم والمناطق التي يمثلونها. وطبعا فأنا واحد من هؤلاء، هذا علما أن الكل يطالب السادة النائبات والنواب المحترمين بعدم إثارة القضايا ذات الصبغة المحلية والجهوية، ما دام أن عمل البرلماني في المقام الأول هو التشريع ومراقبة الحكومة والدبلوماسية الموازية، غير أن إرادة المواطنين والمواطنات تبقى أقوى. أتعرف لماذا السيد الوزير؟ فقط لأن كافة الوزارات بما فيها وزارتكم تعاني من مرض المركزية المفرطة التي ورثتموها. وقد استعملت كلمة مرض وأنا أعني ما أقول، لأنه لا يزال هناك أناس يعتبرون الآخرين قاصرين في كل شيء. وحتى لا تتفاقم شكاوي النواب والنائبات عليكم، ولكي لا تصل هذه المشاكل إلى الرباط، عليكم أن تسرعوا من وتيرة نقل الاختصاصات إلى مدرائكم الجهويين وإلى مجالس الجهات، خاصة وأن الدستور الجديد فتح أمالا عريضة لجهات المغرب الغير النافع، وكذلك كما فتحها للأمازيغية ولمغاربة العالم الذي أنصفهم الدستور. لكن كل هذا سيبقى حبر على ورق إذا لم يتم إعمال الدستور. سيد الوزير، نرغب في مساءلتكم، هل البرنامج الوطني للطرق القروية سيبقى دائما من اختصاصات المركز؟ وهل رخص النقل والمقالع ستظل محتكرة من طرف الإدارات المركزية؟ فكيف يعقل أن تمنح الوزارة ما شاءت من رخص النقل في الوقت الذي يجبر فيه الميثاق الجماعي رئيس الجماعة على إيجاد المحطات الطرقية ومحطات الوقوف دون التحكم في عدد الرخص؟ سيد الوزير، هل يعقل على سبيل المثال للحصر أن الطريق تازة الحسيمة تتحكم فيها خلية في الوزارة، وفي حالة إذا وقع مشكل محلي كما هو الأمر حاليا ننتظر حل من الوزارة الذي قد لا يأتي إلا بعد تعقد المشكل؟ سيد الوزير، إن المواطنون يطالبون نوابهم بإيجاد الحلول لمشاكلهم، ولا يهمهم ما إذا كان ذلك يدخل في إطار اختصاصاتهم، فما هي الإجراءات المتخذة سيد الوزير؟ شكرا للسيد النائب. تفضلوا سيد الوزير. الفريق المحترم والسيد النائب المحترم على طرح السؤال. الاتحال هو في حقه مرتبطش بالوزارة، لأن حسب المعلومات اللي عندي هذا السؤال أرسلته لجميع القطاعات والوزارات، بمعنى مرتبط بأفق ورسلوا واحد كل الفرق في أفق النقاش حول موضوع الجهوية. هو نقاش سياسي وليس تقني، وأنا غنجي الأمور اللي نقاش سياسي، شنو بغينا الجهة، كيفاش بغيناها، شنو هي الصلاحيات اللي غيمكن يعطيها لها المركز، شنو هو التوازن اللي خصنا نخلقه ما بين المركز وما بين الجهات، لأن خصو يبقى التوازن لأنه ضروري. واش حتى نقل هذه الصلاحيات واش غيمشي بطريقة نهائية ولكن أو بطريقة متدرجة، لأنه ثقافة، يعني راه ثقافة في التدبير، ثقافة في معالجة الملفات. ثم ما هي الآليات اللي غتوضع الدولة ديال مواكبة الجهات لما غتنتقل لها هذه الاختصاصات؟ إذا هذا واحد النقاش سياسي يعني وتحمل المسؤولية، نقاش سياسي بطبيعة الحال اللي كنظن غادي يجي وقت ديالو، وكنظن بدات الملامح ديال النقاش في هذا الموضوع، ولا يرتبط فقط بالتقطيع الترابي ولا شحال ديال الموظفين غيمشيو هنا ولا شحال من كيلومتر هنا، بل هو نقاش حول مفهوم الجهويه بارتباطها بالدوله يعني ككل وبوحده الدوله. انا كنعتقد البلاد ديالنا اخترت الاختيار اننا متعددون ومتنوعون لكن في اطار الدوله الواحده، هذا هو التوازن اللي خصنا نمشيو فيه. الان نجي واحد العدد ديال الامور اللي شرتوا لها. اولا مرحبا بالساده النواب والنائبات بالملفات في المكتب ديالي او هنا، لان هذا ماشي كان فور، هذا واجب، انتم تمثلون الامه وبالتالي لا بد من التعامل بطريقه ايجابيه. ثانيا انه يمكن لي نقول لك في القطاع ديالنا اليوم كان عندي اجتماع مع الاخوان ديال النقل باش نشكرهم على تنظيم النظره التي كانت ناجحه،
فأكدت لهم على أنه غادي مصدرة بمصدرة، وبديناها هذه السنة جميع اللي ممكن نعطيه للمديريات الإقليمية والجهوية غادي نعطيه، وآخرة خديت قرارات في هذا. لا داعي باش يجي المواطن للرباط يبدا يتكلم، خصنا نديروا الثقة في المسؤولين ديالنا على المستوى الإقليمي والجهوي، ونديروا الكونترول المراقبة إذا كان هناك نوع من التجاوز. القضية الأخرى رخص المقالة كيعطيوها العمال في إطار اللجنة، يعني في إطار المنشور الآن كاين واحد، وحنا غنشوف هذا الاتجاه أننا المديريات الجهوية غتحمل المسؤولية ديالها في إعطاء الرخص ديال المقالة، لكن غنديروا المراقبة. الرخص ديال النقل هذا يخضع لطلبات العروض باش نتفاهموا، هذا هو التوجه اللي ماشيين فيه باش نخرجوا من هذاك النمط السابق، يعني ونمشيو لواحد النمط مبني على التنافسيه. تازه الحسيمه سيدي مادام جبتيها، كاينه مديريه خاصه بالمقطع ديال تازه، الناميناجمون، مدير خاص بتازه الحسيمه مكلف بهذا الملف هذا وبهذا المقطع، واللجان كتمشي. ولكن خليني نقول لك بصراحه، المشاريع الكبرى خص يكون فيها فروق على المستوى المحلي، لكن خصها تكون متابعه على المستوى المركزي، هذا هو التوازن باش يمكننا ننجحوا في هذه المشاريع الكبرى، لان فيها قرارات، فيها التمويل، فيها نقاش مع وزارة المالية، فيها ترتيب يعني مع الفرقاء والشركاء في هذا المجال، فيوقع هذا التوازن بين التدخل المحلي وبين التوجيه المركزي. وشكرا. شكرا للسيد الوزير.